بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 90 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذا يسأل ويقول: حدثونا عن الإخلاص وما هي شروطه، وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم، مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. ما بعد، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن لا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، وإنما يكون مقصود العامل وجه الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه بدعة ولا محدثة من المحدثات، بل يكون على وفق السنة المحمدية. والإخلاص كما ذكرنا أن لا يكون فيه نية لغير الله ولا طمع ولا قصد طمع دنيوي، كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه. فيخلص العمل لله، لا يكون فيه رياء ولا سمعة، ومن باب أولى لا يكون فيه شرك أكبر، وكذلك لا يكون القصد منه طمع الدنيا، فإن عمل الآخرة لا يجعل وسيلة لعمل الدنيا لطمع الدنيا، فيجب على المسلم أن يتذكر هذا. نعم، أحسن الله إليكم. فقرته الثانية في هذه الرسالة وفي سؤالي يقول: كيف كانت لا إله إلا الله كلمة التوحيد مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ نعم، لا إله هذا نفي لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله هذا إثبات العبادة لله عز وجل. هذه الكلمة على اختصارها تشتمل على نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله لأن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. ففيها أنواع التوحيد، فيها توحيد الربوبية، فيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الأسماء والصفات، لأنها متلازمة، لأن أنواع التوحيد متلازمة بعضها مع بعض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أوكل أخي لتكملة الطواف عني في العمرة حيث أصبت بوعكة صحية أثناء الطواف؟ لا، ما يجوز هذا، لكن إذا زال عنك المرض تطوف، وإذا دام معك المرض يطاف بك محمولا في الطواف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة هذا القول: من لم يزر قبري فقد جفاني؟ هذا أصل حديث لا أصل له، مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو ضعيف شديد الضعف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما حكم التعلق بالأسباب، وهل تنافي التوحيد؟ نعم، الذي يعتمد على الأسباب هذا نقص في التوحيد، هذا شرك، يقولون الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة، فلا بد من الجمع بين فعل الأسباب المباحة المشروعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: ما حكم لبس العباءة بالنسبة للمرأة على الكتف؟ العباءة ليست على الكتف، العباءة شرعت للستر وتكون فوق الثياب عند الخروج، لا بد أن تستر المرأة من رأسها إلى قدميها، فهي بمنزلة الجلال الكبير الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها عند الخروج، ولا توضع على الكتف لأنه يزول أو ينقص تستر بها. نعم، هذا السائل الحبيب يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ما رأيكم يا فضيلة الشيخ، يقول، في العلاج من السحر؟ كيفية العلاج، هل هو بالرقية الشرعية، وكيف يرقى المسلم نفسه بذلك؟ نعم، العلاج يكون بأمره بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة التي جعلها الله دواء، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه
وجهله من جهل، كما في الحديث. والرقية الشرعية تكون بالآيات القرآنية، وتكون بالأحاديث النبوية، تكون بالأدعية المشروعة، وأيضا تكون بالأدوية المعروفة التي ليس فيها سحر وليس فيها محرم. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الشيء الذي يرفع البلاء وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى، فتدعو الله أن يرفع ما نزل، فهذا يعني مشروع، دعاء لرفع البلاء أو دفعه هذا أمر مشروع. نعم. يقول هذا السائل تاج الدين: هل صحيح بأن قول بأن من قرأ الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا مات مات شهيدا إذا قرأها في المساء صلى عليه 70,000 ملك وإن مات مات شهيدا؟ لم أرى هذا ولم أقف عليه، ولكن لا بد إذا أردت أن تعرف فضائل السور والآيات أن تقف على أسانيدها ومن رواها من الحفاظ ومن الذي خرجها كتب الحديث. ما كل ما وجدت مكتوبا تأخذ به، فإن المخرفين والكذابين والوضاعين كثيرون، خصوصا لما جاءت الجوالات والأمور والشاشات، فإن أهل الشر نشطوا في إدخال هذه الأمور على الناس. فلا بد من التأكد إن كنت تستطيع الرجوع إلى كتب أهل العلم، كتب الحديث، وإلا فاسأل أهل العلم عن هذه الآثار وهذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل خليفة يقول: صديق لي يمتلك مقهى لشرب الشاي وكوفي شوب ويقدم فيه الشيشة، فما حكم المال الذي يدخل من هذا المقهى مأجورين؟ هذا فيه حلال وفيه حرام. المواد المحرمة ثمنها حرام، والجراك والدخان وهذه المفترات هذه ثمنها حرام، وأما بيع الشاي وغير ذلك من المباحات فثمنه حلال، فهذا مال مختلط من الحلال والحرام. نعم. أحسن الله إليكم. محمد يقول: ما هي أبرز الأعمال التي تجعل المسلم من عباد الله الصالحين السابقين المقربين إليه؟ كل الأعمال الصالحة المشروعة كلها تقرب المسلم من ربه عز وجل، يتقرب إلى الله بالعبادات المشروعة من واجبات ومستحبات. نعم. أم ريان تقول: شيخ صالح، غسل الأطفال أو تغسيل الأطفال الصغار حتى عمر 5 سنوات بعد قضاء حاجاتهم هل يبطل الوضوء؟ نعم، إذا لمست المرأة فرج الصغير مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءها. نعم. هذا السائل أحمد يقول: هل يجوز الاستثمار في البورصات العالمية، وكيف يتم حساب الزكاة في المؤسسات الخدمية؟ لا تعامل إلا بشيء تعرف أنه مباح، أما الأمور التي لا تعرفها ولا تدري عنها فتوقف، والحمد لله وجوه الكسب المباح كثيرة، من يتق الله يجعل له مخرجا، وتجنب ما فيه جهالة وما فيه غرر، وتجنب ما فيه ربا، وتجنب ما فيه قمار وميسر، تجنب هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هذا رجل في البادية توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين ولم يحدث، فهل له أن يصلي بالمسح أم عليه أن يتوضأ لكل صلاة؟ إذا نزع الممسوح بطل الوضوء لأنها زالت الرخصة، لأنه إنما رخص له بالمسح لما كان الحائل باقيا على رجله من جورب أو خف، فإذا نزعه زال محل المسح وانتهت الرخصة ووجب غسل الرجلين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل صالح أحمد يقول: فضيلة الشيخ، ما المراد في الإسراف الذي نهي عنه، وهل هو خاص بالمال فقط أم تدخل فيه أشياء أخرى؟ الإسراف هو الزيادة عن المطلوب، كالذي ينفق ماله في أشياء لا فائدة فيها أو أشياء زائدة عن الحاجة، ولهذا قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسلم يقتصد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فبين البخل وبين الإسراف، هذا هو الاعتدال الذي يسير عليه المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للنية القلبية هل تكفي عند الدخول في النسك؟ نعم، هو الأصل أن النية تكون في القلب، لا يجوز التلفظ بها لأن التلفظ بها بدعة، وإنما ينوي بقلبه في كل عبادة، ويكفي هذا ويلبي، إذا أحرم يلبي. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الصداق المؤخر، وما موقف الشريعة
منه؟ نعم، الصداق المؤخر دين في ذمته لزوجته، يجب عليه الوفاء به. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كنا في البر وفي شدة البرد، وقام بعض منا بعدم الوضوء، قالوا تتيممون، هل عملهم هذا صحيح؟ إذا كنتم في محل بارد والماء فيه خطورة في استعماله من شدة البرودة، فإن كان عندكم ما تسخنون به الماء وجب عليكم ذلك ولا يجزيكم التيمم. وأما إذا لم يكن عندكم شيء تسخنون به الماء وتخشون من الضرر فلكم التيمم، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في سرية، كان يقود سرية فأصابته جنابة في الليل الاحتلام، ذكر وكان الجو باردا جدا، ذكر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم رضي الله عنه صلى بأصحابه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك أقره ولم يأمره بالإعادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة، وكان من عادته إذا وجد وقتا متسعا بعد انتهاء أمور تجارته يذهب للعمرة، إذا أراد العمرة من أين يحرم؟ إذا كان لم ينوي الإحرام إلا في جدة يحرم من المكان الذي هو فيه، يعني قدم وهو لم ينوي العمرة، يصلي لم ينوي العمرة من مجيئه، وإنما جاء لحاجة في جدة أو في غيرها، ثم بدا له أن يحرم بالعمرة يحرم من المكان الذي نوى منه. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للجار المؤذي هو وأولاده، هل نؤجر إذا صبرنا عليه أم نبحث عن سكن آخر؟ نعم، تؤجرون إذا صبرتم عليه، ومع مناصحته ونهيه عن الأذية تصبرون مع مناصحته وطلب كفه عن الأذى، وإذا انتقلتم إلى مكان آخر لتبعدوا عنه هذا راجعون إليه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت مرام تقول بأنها ترى والدها دائما في المنام وفي رؤى متعددة يطلب منها شيء، فتذهب وتخرج صدقات عنه أو تصوم عنه، هل هذا جائز؟ نعم، إذا الميت ينفعه ما ورد في الأدلة من فعل الحي مثل الصدقة عنه، مثل الدعاء له، الحج والعمرة عنه، هذه أعمال إذا تقبلها الله تنفع الميت. نعم. لها فقرة أخرى تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لأرواح الموتى، هل تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو شائع الآن بين الناس؟ الله أعلم، هذا ممكن، وأمور الآخرة وأمور الأرواح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قالوا في تفسير الآية: هذا معناه التقاء أرواح الأحياء مع أرواح الأموات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: زوجي يمنعني من الخروج إلى أهلي للسلام عليهم أو أقاربي، فإذا خرجت بدون إذنه هل علي شيء مع أنني ملتزمة بجميع أمور حياة الزوجية؟ نعم، أنت يلزمك الاستئذان ولا تخرجي بغير إذنه، ولكن هو لا يمنعك من صلة أرحامك وزيارتهم إلا إذا كان في هذا إضاعة لحقه أو فيه مفسدة، لأنهم يفسدونها عليه ويغيرونها عليه، فله أن يمنعه. نعم. بالنسبة يقول فضيلة الشيخ: إذا استخدم هذا السائل السوداني يقول: إذا استخدم الإنسان شيء من مسبحة أو خرز لتعداد التسبيح والتكبير، هل في ذلك شيء؟ إذا فعله من باب المباح ولم يعتقد أن فيه فضيلة، استعمله للحاجة للإحصاء فقط، فلا بأس بذلك. نعم. يقول: إذا سافر الشخص لوحده أو مع شخص آخر في الطيارة، وحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان إلى آخر الحديث، إذا لم يتيسر مثل هذه الصحبة في السفر، هل يقول يشمله الحديث؟ لا يشمله الحديث، لأن الطائرة والسيارة فيها جماعة معه، إنما الحديث إذا سافر وحده على راحله وعلى قدميه، أو سافر اثنان فقط. أما في الطائرة والباخرة والسيارة فهذه تجمع ركابا كثيرين. نعم. أحسن الله إليكم. نرى يقول فضيلة الشيخ عبارات على مؤخرة السيارات مثل اذكر الله أو ما شاء الله أو بعض العبارات، هل في ذلك شيء؟ نعم، هم يعملون هذا من باب الاجتهاد والتذكير، ولكن هذا شيء لم يرد له أصلا عن
السلف الصالح، فتركه أولى. نعم. هل للمرأة أن تشترط يقول على الزوج بأن لا يتزوج عليها عند كتابة العقد؟ نعم لها ذلك، لأن هذا من مصلحتها، فلها أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليه. فإذا تزوج عليها إما أن تسمح له بالشرط وإما أن يكون لها الخيار. نعم. يقول السائل أبو سامي: النظر إلى الكعبة عبادة، قرأت هذا، هل هذا صحيح؟ وما أفضل شيء إذا كان الإنسان في مكة وفي وسط الحرم من العبادات؟ العبادات كثيرة في الحرم وفي غيره، ولكن النظر إلى الكعبة لم يرد فيه دليل على أنه عبادة، لم يرد فيه دليل على أنه عبادة، وإنما الذي ورد الطواف بالبيت والاتجاه إليه في الصلاة وفي الدعاء واستلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني، هذا الذي ورد في البيت. الوقوف بالملتزم بين الركن والباب، يعني بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يدعو الله عز وجل، هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس فضيلة الشيخ وأثناء انتهائه من الصلاة أو من الفريضة يمسح وجهه بعد الصلاة، هل ورد شيء في ذلك؟ ليس بعد الصلاة، إنما هو بعد الدعاء، إذا دعا الله عز وجل ورفع يديه هل يمسح وجهه إذا فرغ من الدعاء؟ هذا وردت فيها حديث ضعيف، وردت فيه حديث ضعيف، فتركه أولى. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: التدخين عبارة سيئة ومقيتة، ما نصيحتكم للذين ابتلوا بهذا الدخان؟ لأن البعض يقول بأنه مكروه وليس محرم. نصيحتنا أن يتوبوا إلى الله وأن يشفقوا على أنفسهم من الأمراض والهلاك وإضاعة المال، ولا تأخذهم العوائد ومجاملة الناس. والذي يقول أنه مكروه وليس بحرام، هذا مخطئ، حرام من عدة وجوه ولعلل كثيرة. أولا أنه منفذ للمال بغير فائدة، ما في فائدة ولا واحد بالألف، بل هو ضرر محض خالص، ما كان كذلك فهو حرام. ثانيا هو مضر بالصحة، مضر بالصحة بإجماع الأطباء في العالم، حتى الكفار يقولون أنه مضر بالصحة وأنه يسبب أمراضا خطيرة، وهذا يقتضي تحريم. ثالثا هو كريه الرائحة، يؤذي الشارب ويؤذي من حوله، وهذا يقتضي تحريمه. رابعا هو أيضا منفذ للمال بغير فائدة، ولو أنه أنفق هذا المال الذي يشتري به الدخان في لحم أو في فواكه أو فيما أحل الله كان خيرا له من هذا الدخان الخبيث الذي لا فائدة فيه لوجه من الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما حكم ما يفعله بعض الناس عندما يسافر إلى الخارج، الزواج لمدة محدودة ثم يقوم بتطليقها وهكذا في كل سفرة من سفراته؟ هذا لا يجوز، هذا يسمونه زواج المسيار أو زواج المسفار، هذا ما هو زواج مقصود لمصالح الزواج، إنما هو مقصود للشهوة فقط ومؤقت في نيته. أما لو اشترط هذا أنه مؤقت في العقد، فهذا زواج المتعة المحرمة المنسوخة بالإجماع. وأما إذا أضمر النية أنه مؤقت فكذلك لا يجوز، لأن المفروض في الزواج أن يكون للبقاء والدوام، ما صلحت له الزوجة يبقى عليه وينجب منها أولادا ونستمتع بها وتؤانسه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل أبو فارس: من حج مفردا وأدى جميع ما عليه في حجته الفريضة، وهي الفريضة الأولى له، هل أجره مثل أجر القارن والمتمتع مع أنه فقير؟ لا، أجره قدر المتمتع، قدر المفقد، ولا ينال قدر الذي جمع بين حج وعمرة إما قرانا وإما تمتعا. المتمتع والقارن أكمل أجرا من المفرد، ما دام أنه أدى الحج والفريضة تبقى العمرة في ذمته، ولو خرج بعد الحج، خرج إلى التنعيم أو إلى الحل وأحرم بالعمرة وأداها، أجزأت عن عمرة الإسلام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.